وسط أجواء مفعمة بالترقب والحماس، يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد نظيره العراقي، وفي واحدة من أصعب المواجهات في مشوار التصفيات النهائية لكأس العالم 2026 على أرضية استاد جدع النخلة في مدينة البصرة العراقية، حيث لا مجال للتراجع، والخطوة الأولى نحو المونديال تبدأ من هنا. الاتحاد العماني لم يترك شيئا للصدفة، فقد ضمن حضورا جماهيريا بتأمينه لكافة التذاكر المخصصة لعمان ليحتشد أكثر من 3000 مشجع عماني في المدرجات حاملين راية الوطن وصوتهم المدوي الذي سيهز أركان الملعب ليدفع بالمنتخب إلى الأمام، والوقود الذي سيشعل نار المنافسة في نفوس اللاعبين. في هذه الأجواء التي تتسارع فيها نبضات القلوب، لم يغب دعم القيادة الرياضية ليضيف مزيدا من الثقة والصلابة إلى صفوف المنتخب. فزيارة صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لمعسكر المنتخب كانت بمثابة الدفعة المعنوية من لدن سموه، وتأكيدا لثقته في نجوم الأحمر العماني لإظهار روحهم القتالية وإثبات قدراتهم على تجاوز كل العقبات. أستاذ جذع النخلة ليس بغريب على هذه المواجهات المثيرة، فقد كان مسرحا للملحمة الكروية التي جمعت المنتخبين في افتتاح ونهائي كأس الخليج 25. المنتخب العراقي سيواجه سامبا الخليج على أرضه بجيل جديد من اللاعبين المليئين بالطموح ليحاولوا تكرار إنجاز 1986 والوصول إلى المونديال. لكن الأحمر الأنيق عازم على كتابة فصل جديد في تاريخه مع دعم جماهيري كبير ترافقه حملة كلنا معك التي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب والكثير، لتظل الروح العمانية مشتعلة بحلم التأهل العالمي والإصرار على تحقيقه لأول مرة.